السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today our lesson is period 3 in unit 1. درسنا اليوم إن شاء الله الدرس الثالث في الوحدة الأولى. Modal verbs الأفعال الناقصة for 10th grade للصف العاشر. Examples number 1 we may hurt ourselves. Number 2, you might not know about rugby. Now we will know the structure of these two examples. Sentence number 1, we may hurt ourselves. Here we have may. May, what do we have after may? ماذا يوجد لدينا بعد may? We have hurt. لدينا hurt. Hurt is infinitive. So the structure here or the main structure here التركيب الأساسي هنا may plus infinitive may زائد المصدر. Number two, you might not know about rugby. Here we have might. What do we have after might? We have no. No is also infinitive مصدر. The structure here or the main structure, might plus infinitive might زائد المصدر. So here we have may and might are called modals. نسمي may و might أفعال ناقصة. يتبعها مصدر. So here we have modals plus infinitive الأفعال الناقصة زائد الاسم. لماذا يتبعها؟ لماذا نسميها أفعال ناقصة؟ لأنه لا يكتمل معناها إلا من خلال وجود مصدر أساسي يأتي بعدها مثل hurt و now في هذه الجمل. Now the use الاستخدام. What is the use of may and might؟ ما هو استخدام may و might؟ We may hurt ourselves. ربما نؤذي أنفسنا. Number two, you might not know about rugby. أنت ربما لا تعرف عن الرجبي. إذا may و might جاءت بمعنى ربما. طالما ربما فهو شيء غير مؤكد. شيء ممكن الحدوث وغير ممكن الحدوث ولكنه ممكن. فنقول أن the use of may and might is to talk about possibility. لنتكلم عن احتمالية حدوث شيء، ربما احتمال حدوث شيء. Possibility. Now to the example here. You can carry the ball in rugby. Now here we have the structure here، التركيبة هنا. We have can، لدينا can. What do we have after can؟ ماذا يوجد لدينا بعد can؟ We have carry. Carry is infinitive. So the main structure here, التركيب الأساسي هنا can plus infinitive. Of course can is a modal verb or modal. Can هي عبارة عن فعل ناقص زائد المصدر. Now the use of can. What is the use of can? ما هو استخدام can? نقول you can carry the ball in rugby. أنت تستطيع أن تحمل الكرة في الرجبي أو أنت بإمكانك أن تحمل الكرة في الرجبي. هنا طبعا نقول أنت بإمكانك أن تحمل الكرة، إذا يعبر عن السماح allowance. Allowance السماح. أنت بإمكانك أن تحمل الكرة يعني أنه يسمح لك بأن تحمل الكرة. أنت بإمكانك أن تحمل الكرة. Number four, we can't easily leave the city. هذه الجملة أيضا تعبر عن، طبعا هنا استخدمنا فيها can، ولكن can منفية. الهدف من هذه الجملة أن نبين أن نفي can هو can't. We can't easily leave the city. نحن لا نستطيع أو لا يسمح لنا بأن نغادر المدينة بسهولة. إذا عبرنا عن عدم السماح. عبرنا هنا عن عدم السماح.
ونفي، ونؤكد على أن نفي كان هو كانت أو كان نوت. Now the examples here. I could email you some photos. Number 6. Could you send me some photos? Number 7. Shall I email you some photos? نقول the structure here. التركيبة هنا. Sentence number 1. Code. What do we have after code? ماذا يوجد لدينا بعد code؟ لدينا email. Email is infinitive. Now, could you send me? Also, we have subject زائد infinitive. لدينا فاعل زائد مصدر. الآن, the main structure in of sentence number 5 and 6. التركيب الأساسي في الجملة رقم 5 و 6. Could plus infinitive. Could يتبعها في الجملة الأولى جاء مصدر بعد could مباشرة. في الجملة الثانية جاء المصدر بعد الفاعل. جاء المصدر بعد الفاعل لأنها جاءت على صيغة سؤال. أوكي. Now number 7. Shall I email you some photos? المفروض أنه يوجد لدينا علامة استفهام في نهاية هذه الجملة، ولكن خطأ مطبعي، وجدت لدينا النقطة لأنها جاءت على صيغة سؤال. إذن هنا الطبيعي أن يكون علامة استفهام في نهاية هذه الجملة. Shall I email you some photos؟ هل يمكن لي أن أرسل لك بعض الصور؟ أو هل علي أن أقوم بإرسال بعض الصور؟ جاءت أيضاً إيميل مصدر بعد shall فاعل بعد ذلك المصدر. الجملة رقم 6 و7 جاء بعد could و shall فاعل ثم المصدر، فاعل ثم المصدر لأنها على صيغة سؤال. إذا التركيبة هنا في الجملة رقم 7 هي shall plus infinitive، shall زائد المصدر. إذا جاءت الأفعال الناقص لدينا هنا models plus infinitive، الأفعال الناقصة زائد المصدر. طبعا لا يفوتنا أو لا ننسى أن نقول أننا أحيانا نستخدم كلمة models وأحيانا نستخدم كلمة model verbs. models أو model verbs تعني الأفعال الناقصة، وهي أفعال لا يكتمل معناها إلا بوجود مصدر يكمل معناها. فيصح أن نقول model أو نقول model، نقول models أو model verbs. الآن الاستخدام. use the use. sentence number 5. I could email you some photos. I could email you some photos. أنا بإمكاني أو أنا أستطيع أن أرسل لك بعض الصور. الآن عبرنا هنا عن could. ما هو استخدام could هنا؟ عبرت could أننا نقوم بتقديم offer. نقوم بتقديم عرض. نقوم بتقديم عرض. الآن number 6. طبعا نقول أننا نقوم بتقديم عرض أو suggestion أو اقتراح. number 6. Could you send me some photos? هل بإمكانك أن ترسل لي بعض الصور؟ طبعا هذا request لأنه جاء على صيغة سؤال. إذن could في الجملة العادية هنا استخدمناها لنقوم بتقديم عرض أو اقتراح، أما لما جاءت في صيغة عندما جاءت في صيغة سؤال request طلب، فاستخدمناها لنقوم بتقديم request أو طلب. now shall shall I email you some photos؟ هل من الممكن أن أرسل لك بعض الصور أو هل علي أن أرسل لك بعض الصور؟ أيضا استخدمنا تقديم offer عرض لنقوم بتقديم عرض أو suggestion أو اقتراح. إذن في الجملة رقم 6 أو 7 استخدمنا الجملة رقم 7 استخدمنا shall لتقديم عرض أو اقتراح offer or suggestion، وكذلك في الجملة رقم 5 تم استخدام
تم استخدام could لتقديم عرض أو اقتراح. Number 8. You should see it. It is late now. I must stop. Number 10. We have to do homework. 11. I need to get things ready. Okay. The structure here. You should see it. What do we have after should? ماذا يوجد لدينا بعد should? We have infinitive. So the structure here. التركيبة هنا. Should plus infinitive. Number 9, we have must. What do we have after must? ماذا يوجد لدينا بعد must? We have stop. Stop is infinitive. So the structure here, must plus infinitive. Number 10, we have to do homework. Have to. What do we have after? Have to. We have do. Do is infinitive. مصدر. Number 11, I need to get things ready. Need to. What do we have after it? ماذا يوجد لدينا بعد need to? We have also. We after also. أيضا بعد after need to. We have also infinitive. Should, must, have to, and need to. These are modals. هذه أيضا أفعال ناقصة. Modals or modal verbs. يتبعها الانفينيتيف. إذن جميع الأفعال الناقصة يجب أن يتبعها المصدر. ويجب أن نحفظ ذلك جيدا. الآن استخدام كل فعل ناقص من هذه الأفعال. They use. Number one, should. You should see it. يجب أن تراه. يجب أن تراه أو يجب أن تشاهده. استخدمناه should هنا للتعبير طبعا عن كما تعرفون جيدا to talk or to express advice. نتحدث أو نعبر عن النصيحة. Advice. Number 9. Must. ما هو استخدام must هنا? It is late now. I must stop. الوقت متأخر الآن. يجب علي أن أتوقف. ما هو استخدام must هنا? استخدمنا must هنا لنقول نعبر عن ضرورة عمل شيء. عن ضرورة عمل أشعر أنه ضروري. لذلك نقول أن must تستخدم for to talk about or to express internal feeling of necessity للتعبير عن شعور داخلي بضرورة عمل شيء. must هنا نستخدمها للتعبير عن الشعور الداخلي بضرورة عمل شيء. الشخص من تلقاء نفسه يشعر بأن هناك ضرورة لعمل شيء معين، مثل أنني أكتب في وقت متأخر وأقول أنني أريد أن أتوقف عن الكتابة. لا، يجب أن أتوقف عن الكتابة لأن الوقت قد تأخر. فهنا الشعور الداخلي هو الذي يجعلني أشعر بضرورة عمل شيء معين، وليس فرض خارجي أو أحد يجبرني على القيام به. Number 10. Have to. ما هو استخدام have to? We have to do homework. علينا أو يجب علينا أن نقوم بعمل الواجب. هنا تعبر have to عن ضرورة عمل شيء ولكن بوجود قوة خارجية. نسميه نقول عنها external obligation، إجبار خارجي. هناك شخص يجبرني على القيام بالواجب وإن لم أفعله فإنني سوف أتعرض للعقوبة أو للعقاب. إذن أستخدم have to لأعبر أن هناك قوة خارجية تفرض علي أو أنني مجبور. لذلك أنا دائما لكي أسهلها على الطالبات أقول we have to do homework. أنني مجبور. ترجمها بأنني مجبور على عمل شيء معين. إذن الفرق بين must و have to. have to أنني مجبر على عمل شيء معين وهناك شيء خارجي يفرض علي هذا الشيء. لذلك كتبنا external. external تعني خارجي. أما في must كتبنا internal تعني داخلي. Number 11. I need to get things ready. هنا لدينا need to. need to في الحقيقة هي نفس استخدام have to. need to هي تعني هنا نفس تعادل أو تكافئ في استخدامها have to. نستخدمها لنعبر عن وجود إجبار خارجي.
I need to get things ready تعني أنني مجبر على أن أقوم بتجهيز الأشياء. Now we have sentences لدينا جمل وسوف نقوم بتحويل هذه we are going to change these sentences into negative سوف نقوم بتحويل هذه الجمل إلى نفي. You should see it very easy it become or it becomes you should not or you shouldn't see it. إذا النفي يقول هنا باستخدام not. I must stop تصبح I mustn't stop or I must not stop. Number 10 we have to do homework نقوم بنفيها باستخدام طبعا نتعامل معها كفعل مضارع عادي don't we don't or we do not have to do homework. اوكي لو كان لدي شيء او هي او it نقول مثلا for example على سبيل المثال she doesn't have to do it to do homework she doesn't he doesn't اذا نستخدم don't او doesn't حسب الفاعل وي نستخدم معها don't لو كان لدي مفرق على سبيل المثال she نقول she doesn't اوكي الان نفي I need to I نفس نفي have to don't نقول do not or don't I don't need to get things ready لو كان لدي هي اقول he doesn't need to get things ready now choose the correct Answer, tomorrow is a holiday, so use space, get up early. غدا إجازة, لذلك نقول يجب عليك, must have to معناهم يجب عليك, ولكن have to بطريقة إجبار خارجي. Don't have to تعني أنت غير مجبر. إذا غدا إجازة فأنت غير مجبر على أن تستيقظ مبكرا. You don't have to get up early أنت غير مجبر على أن تستيقظ مبكرا. Number 2 Use space see الجزيرة documentary programs They are interesting نقول أنت فراغ برامج الجزيرة الوثائقية إنها حقا ممتعة طبعا هنا لدينا نصيحة فنستخدم should أنت يجب عليك أن تشاهد برامج الجزيرة الوثائقية على سبيل المثال Number 3 We space travel easily to Egypt because of the repeated closure of the borders نقول نحن فراغ نسافر بسهولة إلى مصر بسبب الإغلاق المتكرر للحدود طبعا We can't. نحن لا نستطيع. دعونا فقط نجيب على السؤال رقم 2. Should. الآن نحن لا نستطيع أن نغادر الحدود. لذلك أقول can't. Number 4. I space revise my lessons in order to be ready for the exam. أنا فراغ أراجع دروسي. لأكون جاهزاً للامتحان طبعاً هنا ضرورة داخلية أنا يجب علي أن أراجع للامتحان إذن I must Number 5 When you rode a quad bike you space wear a helmet to protect your head عندما تركب الدراجة الرباعية فراغ wear a helmet to protect your head طبعاً أنت تحتاج أن تلبس الخوذة طبعا يجب عليك أن تلبس الخوذة لتحمي رأسك يجب عليك إذا نقول هنا need to need to Number 6 I space visit you tomorrow but I am not sure أنا فراغ أزورك غدا but I am not sure لكنني لست متأكدا طالما أنني لست متأكدا فهذا احتمال فأنا من المحتمل أن أزورك غدا أو ربما أزورك غدا so We use may. تصبح الجملة I may. Rewrite the sentences using the words in brackets. أعيد كتابة الجمل باستخدام الكلمات التي بين الأقواس.
I am not sure that my friend is coming on time, May. أنا لست متأكدا من أن صديقي أو صديقتي أنا لست متأكدا من أن صديقتي سوف تأتي في الوقت المحدد. لست متأكدا تعني أنه محتمل، أي ربما، هي I am not sure. لذلك نقوم بحذف I am not sure. الآن نريد أن نقول ربما صديقتي تأتي في الوقت المحدد، ربما. إذن هنا تصبح my friend may come on time. My friend may come on time. بالرغم من أن الجملة الأساسية جاء بعد الفاعل my friend، my friend الفاعل، جاء بعدها is coming، الفعل is coming، لكننا قمنا بتغييرها إلى may come، لأننا نريد أن نستخدم may، فلا يصح أن نستخدم may بعد is، أو نستخدم may مع وجود is، لأن is فعل مساعد بذاته، وmay فعل مساعد آخر. طالما أننا نريد أن نستخدم may، نقوم بحذف is. استخدمنا may، فيجب أن نستخدم المصدر بعد may، لأننا قلنا بأننا نستخدم المصدر بعد الأفعال الناقصة. تصبح الجملة my friend may come on time. صديقي أو صديقتي ربما تأتي في الوقت المحدد. Number two. It is advisable to study hard. ينصح بأن تدرس بجد. طالما ينصح فنقول أننا نستخدم should للتعبير عن النصيحة. نقوم بحذف it is advisable، أننا نستبدلها هنا بشود. يجب أن تكون النصيحة تحتوي على فاعل. لا يوجد فاعل، لا ضرر من أن نستخدم you. تصبح الجملة you should study hard. استخدمنا you should study hard. وقمنا أيضا بحذف to لا داعي لوجودها. إذا قمنا بتنسيق الجملة لكي تصبح فاعل ثم فعل ناقص ثم المصدر. Number three, it is necessary not to drive your car fast. ينصح من الضروري ألا تقود السيارة بسرعة. من الضروري ألا تقود السيارة بسرعة. هنا ضرورة عدم عمل شيء. إذا نستخدم mustn't. ونقوم بحذف it is necessary not لأن لا داعي لوجودها طالما أننا سوف نستخدم mustn't. لا يوجد لدينا فاعل فنقوم باستخدام you. تصبح الجملة You mustn't drive your car fast. لا يجب أن تقود أو يجب ألا تقود سيارتك بسرعة. So we have finished. Thank you very much and goodbye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today our lesson is period 3 in unit 1. درسنا اليوم إن شاء الله الدرس الثالث في الوحدة الأولى. Modal verbs الأفعال الناقصة for 10th grade للصف العاشر. Examples number 1 we may hurt ourselves. Number 2 you might not know about rugby. Now we will know the structure of these two examples. Sentence number 1 We may hurt ourselves. Here we have may. May. What do we have after may? ماذا يوجد لدينا بعد may? We have hurt. لدينا hurt. Hurt is infinitive. So the structure here or the main structure here, التركيب الأساسي هنا may plus infinitive. May زائد المصدر. Number two. You might not know about rugby. Here we have might. What do we have after might? We have no. No is also infinitive. مصدر. The structure here or the main structure might plus infinitive. Might زائد المصدر. So, here we have May and might are called modals. نسمي may و might أفعال ناقصة. يتبعها مصدر. So, here we have modals plus infinitive. الأفعال الناقصة زائد الاسم.
لماذا يتبعها، لماذا نسميها أفعال ناقصة؟ لأنه لا يكتمل معناها إلا من خلال وجود مصدر أساسي يأتي بعدها، مثل heard و now في هذه الجمل. Now the use، الاستخدام. What is the use of may and might؟ ما هو استخدام may و might؟ We may hurt ourselves، ربما نؤذي أنفسنا. Number two، you might not know about rugby، أنت ربما لا تعرف عن الرجبي. إذا may و might جاءت بمعنى ربما، طالما ربما فهو شيء غير مؤكد، شيء ممكن الحدوث وغير ممكن الحدوث ولكنه ممكن. فنقول أن the use of may and might is to talk about possibility، لنتكلم عن احتمالية حدوث شيء، ربما احتمال حدوث شيء، possibility. Now to the example here. You can carry the ball in rugby. Now here we have the structure here. التركيبة هنا. We have can. لدينا can. What do we have after can? ماذا يوجد لدينا بعد can? We have carry. Carry is infinitive. So the main structure here. التركيب الأساسي هنا. Can plus infinitive. Of course can is a modal verb or modal. Can هي عبارة عن فعل ناقص زائد المصدر. Now the use of can. What is the use of can؟ ما هو استخدام can؟ نقول you can carry the ball in rugby، أنت تستطيع أن تحمل الكرة في الرجبي، أو أنت بإمكانك أن تحمل الكرة في الرجبي. هنا طبعا نقول أنت بإمكانك أن تحمل الكرة، إذا يعبر عن السماح، allowance، allowance السماح. أنت بإمكانك أن تحمل الكرة يعني أنه يسمح لك بأن تحمل الكرة، أنت بإمكانك أن تحمل الكرة. Number four، we can't easily leave the city. هذه الجملة أيضا تعبر عن، طبعا هنا استخدمنا فيها can، ولكن can منفية. الهدف من هذه الجملة أن نبين أن نفي can هو can't. We can't easily leave the city، نحن لا نستطيع أو لا يسمح لنا بأن نغادر المدينة بسهولة. إذا عبرنا عن عدم السماح، عبرنا هنا عن عدم السماح ونفي، ونؤكد على أن نفي can هو can't أو can not. Now the examples here. I could email you some photos. Number 6. Could you send me some photos? Number 7. Shall I email you some photos? نقول the structure here. التركيبة هنا. Sentence number 1. Could. What do we have after could? ماذا يوجد لدينا بعد could؟ لدينا email. Email is infinitive. Now, could you send me? Also, we have subject زائد infinitive. لدينا فاعل زائد مصدر. الآن, the main structure in of sentence number 5 and 6. التركيب الأساسي في الجملة رقم 5 و6. Could plus infinitive. Could يتبعها في الجملة الأولى جاء مصدر بعد could مباشرة. في الجملة الثانية جاء المصدر بعد الفاعل. جاء المصدر بعد الفاعل لأنها جاءت على صيغة سؤال. أوكي. Now number 7. Shall I email you some photos? المفروض أنه يوجد لدينا علامة استفهام في نهاية هذه الجملة، ولكن خطأ مطبعي، وجدت لدينا النقطة لأنها جاءت على صيغة سؤال. إذا هنا الطبيعي أن يكون علامة استفهام في نهاية هذه الجملة. Shall I email you some photos؟ هل يمكن لي أن أرسل لك بعض الصور؟ أو هل علي أن أقوم بإرسال بعض الصور؟ جاءت أيضا email مصدر
بعد شل فاعل، بعد ذلك المصدر. الجملة رقم 6 و7 جاء بعد could وشل فاعل ثم المصدر، فاعل ثم المصدر لأنها على صيغة سؤال. إذا التركيبة هنا في الجملة رقم 7 هي shall plus infinitive، shall زائد المصدر. إذا جاءت الأفعال الناقص لدينا هنا models plus infinitive، الأفعال الناقصة زائد المصدر. طبعا لا يفوتنا أو لا ننسى أن نقول أننا أحيانا نستخدم كلمة models وأحيانا نستخدم كلمة model verbs. models أو model verbs تعني الأفعال الناقصة، وهي أفعال لا يكتمل معناها إلا بوجود مصدر ليكمل معناها. فيصح أن نقول model أو نقول models أو model verbs. الآن الاستخدام use the use. sentence number 5 I could email you some photos. I could email you some photos. أنا بإمكاني أو أنا أستطيع أن أرسل لك بعض الصور. الآن عبرنا هنا عن could. ما هو استخدام could هنا؟ عبرت could أننا نقوم بتقديم offer، نقوم بتقديم عرض، نقوم بتقديم عرض. الآن number 6 طبعا نقول أننا نقوم بتقديم عرض أو suggestion أو اقتراح. number 6 could you send me some photos؟ هل بإمكانك أن ترسل لي بعض الصور؟ طبعا هذا request لأنه جاء على صيغة سؤال. إذا could في الجملة العادية هنا استخدمناها لنقوم بتقديم عرض أو اقتراح، أما لما جاءت في صيغة عندما جاءت في صيغة سؤال request طلب، فاستخدمناها لنقوم بتقديم request أو طلب. now shall shall I email you some photos؟ هل من الممكن أن أرسل لك بعض الصور أو هل علي أن أرسل لك بعض الصور؟ أيضا استخدمنا تقديم offer عرض لنقوم بتقديم عرض أو suggestion أو اقتراح. إذا في الجملة رقم 6 و7 استخدمنا الجملة رقم 7 استخدمنا shall لتقديم عرض أو اقتراح offer or suggestion، وكذلك في الجملة رقم 5 تم استخدام could لتقديم عرض أو اقتراح. number 8 you should see it. It is late now. I must stop. Number 10. We have to do homework. 11. I need to get things ready. Okay. The structure here. You should see it. What do we have after should? ماذا يوجد لدينا بعد should? We have infinitive. So the structure here. التركيبة هنا. Should plus infinitive. Number 9. We have must. What do we have after must? ماذا يوجد لدينا بعد must? We have stop. Stop is infinitive. So the structure here must plus infinitive. Number 10, we have to do homework. Have to. What do we have after have to? We have do. Do is infinitive. مصدر. Number 11, I need to get things ready. Need to. What do we have after it? ماذا يوجد لدينا بعد need to? We have also. We after also أيضا بعد after need to we have also infinitive. Should, must, have to and need to. These are models. هذه أيضا أفعال ناقصة. Models or model verbs. يتبعها الانفينيتيف. إذا جميع الأفعال الناقصة يجب أن يتبعها المصدر ويجب أن نحفظ ذلك جيدا. الآن استخدام كل فعل ناقص من هذه الأفعال. They use. Number one. Should. You should see it. يجب أن تراه. يجب
أن تراه أو يجب أن تشاهده. استخدمناه should هنا للتعبير طبعا عن كما تعرفون جيدا to talk or to express advice، لنتحدث أو نعبر عن النصيحة advice. Number 9 must، ما هو استخدام must هنا؟ It is late now I must stop، الوقت متأخر الآن يجب علي أن أتوقف. ما هو استخدام must هنا؟ استخدمنا must هنا لنقول نعبر عن ضرورة عمل شيء، عن ضرورة عمل أشعر أنه ضروري، لذلك نقول أن must تستخدم for to talk about or to express internal feeling of necessity، للتعبير عن شعور داخلي بضرورة عمل شيء. must هنا نستخدمها للتعبير عن الشعور الداخلي بضرورة عمل شيء، الشخص من تلقاء نفسه يشعر بأن هناك ضرورة لعمل شيء معين، مثل أنني أكتب في وقت متأخر وأقول أنني أريد أن أتوقف عن الكتابة، لا يجب أن أتوقف عن الكتابة لأن الوقت قد تأخر، فهنا الشعور الداخلي هو الذي يجعلني أشعر بضرورة عمل شيء معين وليس فرض خارجي أو أحد يجبرني على القيام به. Number 10 have to، ما هو استخدام have to؟ We have to do homework، علينا أو يجب علينا أن نقوم بعمل الواجب. هنا تعبر have to عن ضرورة عمل شيء ولكن بوجود قوة خارجية، نسميه نقول عنها external obligation، إجبار خارجي، هناك شخص يجبرني على القيام بالواجب وإن لم أفعله فإنني سوف أتعرض للعقوبة أو للعقاب. إذا أستخدم have to لأعبر أن هناك قوة خارجية تفرض علي أو أنني مجبور، لذلك أنا دائما لكي أسهلها على الطالبات أقول we have to do homework، أنني مجبور، أترجمها بأنني مجبور على عمل شيء معين. إذا الفرق بين must و have to، have to أنني مجبر على عمل شيء معين وهناك شيء خارجي يفرض علي هذا الشيء، لذلك كتبنا external، external تعني خارجي، أما في must كتبنا internal تعني داخلي. Number 11 I need to get things ready، هنا لدينا need to، need to في الحقيقة هي نفس استخدام have to، need to هي تعني هنا نفس تعادل أو تكافئ في استخدامها have to، نستخدمها لنعبر عن وجود إجبار خارجي. I need to get things ready تعني أنني مجبر على أن أقوم بتجهيز الأشياء. Now we have sentences، لدينا جمل وسوف نقوم بتحويل هذه، we are going to change these sentences into negative، سوف نقوم بتحويل هذه الجمل إلى نفي. You should see it very easy، it become or it becomes you should not or you shouldn't see it. إذا النفي يقول هنا باستخدام not. I must stop تصبح I mustn't stop or I must not stop. Number 10 we have to do homework، نقوم بنفيها باستخدام طبعا نتعامل معها كفعل مضارع عادي don't. We don't or we do not have to do homework. Okay؟ لو كان لدي شيء أو هي أو إت نقول مثلا for example على سبيل المثال she doesn't have to do it or to do homework. She doesn't، he doesn't. إذا نستخدم don't أو doesn't حسب الفاعل. We نستخدم معها don't. لو كان لدي فرق على سبيل المثال she نقول she doesn't. أوكي؟ الآن نفي I need to، I نفس نفي have to don't، نقول do not or don't. I don't need to get things ready. لو كان لدي هي أقول he doesn't need to get things ready. Now choose the correct answer. Tomorrow is a holiday so use space get up early. غدا إجازة لذلك نقول
يجب عليك، must و have to معناهم يجب عليك، ولكن have to بطريقة إجبار خارجي. don't have to تعني أنت غير مجبر. إذا غدا إجازة فأنت غير مجبر على أن تستيقظ مبكرا. you don't have to get up early، أنت غير مجبر على أن تستيقظ مبكرا. number two، use space see الجزيرة documentary programs، they are interesting. نقول أنت فراغ برامج الجزيرة الوثائقية، إنها حقا ممتعة. طبعا هنا لدينا نصيحة فنستخدم should. أنت يجب عليك أن تشاهد برامج الجزيرة الوثائقية على سبيل المثال. Number three، we space travel easily to Egypt because of the repeated closure of the borders. نقول نحن فراغ نسافر بسهولة إلى مصر بسبب الإغلاق المتكرر للحدود. طبعا we can't، نحن لا نستطيع. دعونا فقط نجيب على السؤال رقم اثنان should. الآن نحن لا نستطيع أن نغادر الحدود، لذلك نقول can't. Number four، I space revise my lessons in order to be ready for the exam. أنا فراغ أراجع دروسي لأكون جاهزا للامتحان. طبعا هنا ضرورة داخلية، أنا يجب علي أن أراجع للامتحان، إذن I must. Number five، when you rode a quad bike you space wear a helmet to protect your head. عندما تركب الدراجة الرباعية فراغ wear a helmet to protect your head. طبعا أنت تحتاج أن تلبس الخوذة، طبعا يجب عليك أن تلبس الخوذة لتحمي رأسك، يجب عليك. إذا نقول هنا need to، need to. Number six، I space visit you tomorrow but I am not sure. أنا فراغ أزورك غدا but I am not sure، لكنني لست متأكدا. طالما أنني لست متأكدا فهذا احتمال، فأنا من المحتمل أن أزورك غدا أو ربما أزورك غدا. So we use may، تصبح الجملة I may. Rewrite the sentences using the words in brackets. أعيد أو أعد أو أعيد أو أعيد كتابة الجمل باستخدام الكلمات التي بين الأقواس. I am not sure that my friend is coming on time May. أنا لست متأكدا من أن صديقي أو صديقتي، أنا لست متأكدا من أن صديقتي سوف تأتي في الوقت المحدد. لست متأكدا تعني أنه محتمل، أي ربما، اللي هي I am not sure، لذلك نقوم بحذف I am not sure. الآن نريد أن نقول ربما صديقتي تأتي في الوقت المحدد، ربما، إذن هنا تصبح my friend may come on time، my friend may come on time. بالرغم من أن الجملة الأساسية جاء بعد الفاعل my friend، my friend الفاعل، جاء بعدها is coming، الفعل is coming، لكننا قمنا بتغييرها إلى may come، لأننا نريد أن نستخدم may، فلا يصح أن نستخدم may بعد is، أو نستخدم may مع وجود is، لأن is فعل مساعد بذاته، وmay فعل مساعد آخر. طالما أننا نريد أن نستخدم may نقوم بحذف is. استخدمنا may فيجب أن نستخدم المصدر بعد may، لأننا قلنا بأننا نستخدم المصدر بعد الأفعال الناقصة. تصبح الجملة my friend may come on time، صديقي أو صديقتي ربما تأتي في الوقت المحدد. Number two، it is advisable to study hard، ينصح بأن تدرس بجد. طالما ينصح فنقول أننا نستخدم should للتعبير عن النصيحة، نقوم بحذف it is advisable لأننا نستبدلها هنا بشود. يجب أن تكون النصيحة تحتوي على فاعل، لا يوجد فاعل
لا ضرر من أن نستخدم you. تصبح الجملة you should study hard. استخدمنا you should study hard. وقمنا أيضا بحذف to لا داعي لوجودها. إذا قمنا بتنسيق الجملة لكي تصبح فاعل ثم فعل ناقص ثم المصدر. Number three, it is necessary not to drive your car fast. ينصح من الضروري ألا تقود السيارة بسرعة. من الضروري ألا تقود السيارة بسرعة. هنا ضرورة عدم عمل شيء. إذا نستخدم mustn't. ونقوم بحذف it is necessary not لأن لا داعي لوجودها طالما أننا سوف نستخدم mustn't. لا يوجد لدينا فاعل فنقوم باستخدام you. تصبح الجملة you mustn't drive your car fast. لا يجب أن تقود أو يجب ألا تقود سيارتك بسرعة. So we have finished. Thank you very much and goodbye.